يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية اليوم، يلتقي فيها العاهلة السعودية الملكة سلمان بن عبد العزيز. وحسب الناطق باسم الرئاسة المصرية، تركز المباحثات على تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات في اليمن وفي ليبيا. وكان كل من الرئيسين المصري والتركي قد استبعد أن يعقد بينهما لقاء في الرياض، إذ من المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية رسميا أيضا.